بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج الدوري الألماني على قناة النجوم والمشاهير قناة القاهرة والناس. بيسعدني أكون معاكم محمد حسن لتقديم هذا البرنامج. فقرات البرنامج بتبدأ بنبذة عن الدوري الألماني، ثم بعد كده بنتكلم عن أخبار الصحافة وأخبار الساحرة المستديرة في الكرة الألمانية. الدوري الألماني بدأ سنة 1963 وكان ميلاده ب 18 فريق عدد الفرق المشاركة، 50 نادي شاركوا في البطولة منذ انطلاقها حتى الآن، 28 فريق فاز باللقب، 23 لقب كان من نصيب بايرن ميونخ الأكثر فوزا بهذا اللقب، ثم يأتي نورنبرغ برصيد 9 ألقاب منها 8 بالنظام القديم ومرة بالنظام الجديد، يليه دورتموند بثمان ألقاب. أول أهداف البوندسليغا كان لفريق دورتموند ضد بريمن عام 1963 وكان للاعب تيمو كونزيزا. البوندسليغا بتحتل المركز الثالث من حيث القوة للدوري في أوروبا بعد إنجلترا وأسبانيا. هداف البوندسليغا ومحقق اللقب لغاية النهاردة ما حدش قدر يحققه هو جيرارد مولر، وده جاب 365 هدف، يليه كلاوس فيشر اللي جاب 268 هدف، ثم يوب هانكس 220 هدف. وعلى فكرة يوب هانكس كان مدرب باير ميونخ الثلاث أعوام اللي فات وحققوا بطولة الشامبيون ليج وبطولة الكاس وبطولة الدوري. يلا بينا نروح للفقرة الإخبارية وعناوين الصحف وأخبار الساحرة المستديرة للدوري الألماني. بايرن للأهلي، نراكم في المغرب، ووجه له توجيه حار على الفيسبوك بالتهنئة الحارة بتتويجه باللقب الثامن لدوري أبطال أفريقيا على حساب أورلاندو الجنوبي الأفريقي. البايرن يحطم رقم قياسي جديد بعد فوزه على أوكسبورغ. حقق بايرن ميونخ رقم قياسي جديد بعد فوزه على أوكسبورغ بنتيجة 3-0 في الجولة 11، محطما رقم هامبورغ في موسم 1980. هنروح للخبر الثاني واللي بيقول أعلن بايرن ميونخ أن لاعبه باستيان شفاينشتايجر سيخضع لجراحة في الكاحل بعدما ظهرت متاعب عقب العملية الأولى في يونيو الماضي، ولم تتضح مدة غياب شفاينشتايجر، لكن باير أشار إلى أن اللاعب سيخضع للعملية قريبا وسيغيب اللاعب عن مباراتي ألمانيا أمام إنجلترا وإيطاليا يوم 15 و19 نوفمبر. ريبيري ينتظر ديربي الباير ودورتموند. الفرنسي فرانك ريبيري أفضل لاعب في أوروبا الموسم الحالي ونجم الباير، ينتظر على ديربي ألمانيا مع بروسيا دورتموند السبت بعد المقبل لتحديد أفضل فريق في ألمانيا. كشف هانز يوكيم فاتسيكا المدير التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند عن وجود شرط جزائي في عقد نجم الفريق ماركو رويس. يقدر الشرط الجزائي ب 35 مليون يورو، يمكنه الرحيل في أي وقت بعد تسديدها للنادي، مؤكدا أن رويس اللاعب الوحيد الذي يمتلك هذا الشرط الجزائي بالرغم من أن عقده بيمتد لغاية 2017. دورتموند يفقد جهود سيبوتيتش 6 أشهر بسبب الإصابة. يفتقد نادي بروسيا دورتموند لجهود مدافعه السربي سيبوتيتش حتى آخر الموسم بعد إصابته بقطع في أربطة ركبته اليمنى أمام فولسبورغ. فايدن فيلا بعد الانضمام لمنتخب ألمانيا حلمي تحول لحقيقة، وقال اللاعب أنا مستعد لأي شيء وأريد الاستمتاع بهذه اللحظة، مجرد إعلان اسمي ضمن التشكيلة منحني سعادة كبيرة. شكوك حول مشاركة كلوزا وأوزيل وميتسيكا مع ألمانيا أمام إيطاليا وإنجلترا بسبب الإصابات التي يعانون منها، مشاكل بالجملة للتحكيم الألماني في الدوري الألماني. جدل كبير شهدته الملاعب الألمانية في الأسابيع الأخيرة
بعدما أخفق العديد من الحكام في تقدير الكرات التي كانت مؤثرة في نتائج بعض المباريات، خاصة في لقاء نورنبرغ ومنشن جلادباخ، والتي شهدت هدف ملغي لنورنبرغ، في حين شهد الأسبوع 11 فضيحة مدوية بعدما احتسب الحكم هدف لباير ليفركوزن داخل المرمى من خارج الشباك، بجانب أزمة في الأسبوع 12 وضربتي جزاء لم يحتسب لدورتموند في مبارياته للاعبه لاندوفسكي. دورتموند تمدد عقد مدرب الفريق يورجن كلوب حتى عام 2018 بعدما حقق طفرة كبيرة مع الفريق، حيث قاده في 180 مباراة. أيضا فاز مع دورتموند بلقب الدوري موسمين متتاليين وصيف بطل الشامبيون ليج في الموسم الماضي. هنروح بعد كده لمجلة البوندسليغا بالاشتراك مع شركائنا قناة الدويتش فيلا، ولكن بعد الفاصل.